من الأولمبي للمنتخب الأول اللي بيستعد لمواجهة توجو دي يوم السبت الجاي إن شاء الله. خلاص المنتخب بيدخل في مرحلة الجد، الجهاز الفني فرض النهاردة يمكن سياج من السرية على تدريبات المنتخب لو فينا نقول. انضم بالفعل اللعيبة الدوليين لقائمة الفراعنة وسادت حالة يمكن من التركيز والجدية داخل المنتخب. النهاردة كابتن حسام البدري بيشرح ملامح القوة ضعف الفريق توجو اللي هيواجههم، فعلشان نعرف تفاصيل اكتر هنشوف التقرير ده عن استعدادات المنتخب ونرجع في البيت الكبير. قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فرض السرية الكاملة على ميران المنتخب اعتبارا من غد لتوفير الاستعداد الجيد والأفضل لمواجهتي توجو في ظل أهمية المباراتين اللتين لا تقبلان القسمة على اثنين بعد تعادل الفراعنة في المباراتين الماضيتين من التصفيات الإفريقية. يأتي ذلك بعد اكتمال القوة الضاربة لصفوف المنتخب الوطني بعد انضمام الرباعي المحترف محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا، حيث يؤدي الفريق ميرانه غدا بصفوف مكتملة استعدادا للمباراة الأولى المقرر إقامتها بالقاهرة السبت المقبل، حيث سيركز الجهاز الفني في التدريبات على الخطة التي سيخوض بها الفريق اللقاء والتي أعدها على ضوء مشاهدته لمباريات منتخب توجو الأخيرة وخاصة مبارتي في التصفيات الإفريقية والتي لم يحقق فيها سوى نقطة واحدة من تعادله أمام كينيا وخسارته من جزر القمر. وقد شهدت قائمة الفراعنة اختيار 26 لاعبا من أصل 30 لاعبا تم اختيارهم في القائمة المبدئية للفراعنة، وهم محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد بسام، محمد هاني، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، علي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، أحمد توفيق، طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، عمرو السلية، أحمد سيد زيزو، رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، حسام حسن، محمد شريف. إلى جانب ذلك خضع الرباعي المحترف في أوروبا محمد صلاح نجم ليفربول ومحمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا ومحمد النني لاعب أرسنال وأحمد حسن كوكا المحترف في اليونان لمسحة اليوم بمعسكر المنتخب الوطني بأحد فنادق القاهرة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل المشاركة في تدريبات المنتخب قبل مبارتيه أمام توجو ذهابا وإيابا والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر. وأكد محمد بركات مدير المنتخب أن باقي اللاعبين خضعوا لمسحة طبية واستمروا في غرف الإقامة لحين ظهور النتائج وجاءت جميعها سلبية، ويهدف الجهاز الفني لتصدر المجموعة فلا بديل عن الفوز لتحقيق هذا الهدف، حيث تنتظر المنتخب مهمة أصعب في تصفيات كأس العالم لكن بعد الاطمئنان على الموقف في تصفيات إفريقيا.